كابتن شريف، لو هنتكلم بقى توابع بطولة السوبر سواء على اللعيبة من ناحية المادية أو معنويا عشان نكمل بقى يعني المباريات أو مباريات الموسم زي ما بيتقال، بتشوفها ازاي لحد دلوقتي؟ أولا لازم تفرحي، ولازم تفرحي على المجهود. في أسبوعين عديتي دور الثمانية وبقيتي كوارت فاينل وخدتي كاس سوبر، بقيتي أنت نمبر 1 في أفريقيا، يعني بتأكدي شكلك ومسيرتك، ويعني ندي كل الناس حقها. يعني ده في اسبوعين يتحمل كابتن محمود خطيب ومجلس ادارته شكل تدعيمي جامد جدا، وراجل لما بيبقى موجود الحقيقه بيدي روح كمان للفريق حلو قوي. انا لو اي ماتش لازم يبقى هو موجود بقى خلاص، لان راجل يعني بيدينا انرجي زي ما انتم بتقولوا للفريق كله، والفريق بيحبه وبقت فيه علاقه. ما ينفعش هيروح ماتش ما يبقاش هو موجود. ف والدنيا مستقرة من جميع الملفات، من جميع الدنيا، الدنيا بتشتغل زي ما تعودنا. الموروثات بتاعت النادي الاهلي كلها في احتراف وشكل. فاحنا الفترة اللي جاية اللي انت بتتكلمي عنها دي تركيز شامل في نحصد الحاجات الكويسة اللي احنا عملناها. ازاي حافظ انك صعوبة انك تركزي انك تحافظي على النصر اللي انت بتعمليه في اسبوعين بره مصر، بتعملي كل الانجازات دي، يعني في التزام، يعني مش قلقان، يعني في فهم، يعني في ناس فاهمه، يعني في ناس اتحررت. واحد زي محمد شريف لما يستقبل الكره بهذا الشكل ويعدلها لنفسه ويبعتها برجله الشمال، ده ولا احسن فيرود في العالم، اسالني انا بقى. طبعا انه يستلم الكره بظهره للمرمى ويعدل الكره بيمينه ويلفها بشماله، كل ده في رؤيه واحده وفي تنفيذ واحد ويتحقق ده كله. فهو ده المكسب اللي انا بدور عليه دايما في كل لاعب، ان هو يحرر نفسه، يدي الامكانيات اللي عنده. يجوز حسين شحاب يتاخر شويه اليومين دول، انما عنده الظاهر، عنده ازاي يبقى موجود جوه الفرقه، ازاي ينقل اللاعب، ازاي يجيب جول، ازاي الحاجات دي بتعمل بلس 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 على اللعيبه كلها. خلت صلاح محسن يغير من شريف، من محمد شريف، فنزل كل هدوء رقص الجول وراح على الجول وخد مكان، والراجل شافه بيعرف يستلم ويوجد لنفسه مساحات. كل التحركات يا كريم، اداء اكثر من رائع في كذا مباراه اخيره ليه يعني بصراحه. كسبت يا نهاوند مفهوم التحركات في الملعب، صح، اللي انت كان بالك بتدافع بس، لان عندك حاله ارهاق شامله، ما كنتش بقى عندك تحرر دلوقتي انك تلعب على بطوله. الفتره الجايه دي عنوانها نهضه البركان. بس الفتره